أعلن اليوم عن إطلاق مهرجان الغربية للرياضات المائية، وخلال مؤتمر صحفي تم الإعلان عن تنظيم النسخة السابعة من البطولة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي، وتقام الفعاليات من 23 من الشهر الجاري وحتى 2 مايو المقبل على شاطئ مدينة المرفا بالمنطقة الغربية بإمارة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت وبدعم من نادي الغربية الرياضي.